Yes, and welcome back. And to start today's program, today's show, we're going to start with the holy recitation of the Quran through the blessed voice of Sayyid Jalal Ma'sumi, who will be reciting from Surah Al-Baqarah verses 152 to 157. He is within the or in the studio, so please, Sayyid, before you do start, Assalamu alaikum, Sayyid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? Alhamdulillah, we're doing great. But inshallah, we would love to hear more of your voice. So please take it away. Inshallah, may Allah accept. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد.